شعب كريم وشعب جدع، كل القيم الايجابيه في اهالينا في بورسعيد. قضينا يوم رائع امبارح في بورسعيد واحنا بنسجل الحلقه بتاعتنا بتاعت بورسعيد، عملنا حوار مهم جدا مع كمان سياده المحافظ سماح قنديل. ان شاء الله يوم الثلاث هتكون عدساتنا نقلت لحضراتكم شيء مهم جدا ان احنا نشوفه في محافظه باهميه محافظه بورسعيد. خلينا ناخد اتصال مصطفى من كفر الشيخ. مساء الخير يا مصطفى. مساء الخير يا فندم. اهلا بيك، اتفضل. الله يكرم حضرتك يا فندم، اشكرك يا استاذ سحر على الحلقه الجميله ديت، الحلقه الدسمه اللي زي ما بنقول هو ده الاعلام اللي لابد نشكره كلنا، وبقول لك موفقه جدا في الحلقه الجميله ديت اللي شامله كل شيء، شامله الانشطه الطلابيه، شامله عوده الفن الجميل داخل المدارس، شامله الحرب ضد الارهاب وضد العقول اللي خربت في مصر، شامله الخطاب الديني، شامله حصص التربيه الدينيه اللي لابد ان تعود الى المدارس زي ما كانت زمان، شامله انشغال الطلاب داخل المدارس، ما نسيبش الطلاب فريسه في ايادي اللي بيخربوا عقول الطلاب داخل المدارس وخارج المدارس. احنا من خلال اداره سيدي سالم التعليميه تحت قياده الاستاذ محمود الرويني وقسم تكافؤ الفرص بنحاول نعمل كل ما هو جميل وهادف لاثراء فكر ابنائنا الطلاب من خلال الانشطه المسرحيه، من خلال الانشطه الطلابيه اللي احنا بننشرها على اكمل وجه، وبيمشي كل ده بالتوازي مع مستوى الطالب داخل الاداره عندنا. كويس حضرتك، كويس قوي عندي البرنامج الجميل اللي جايبين حلقه دسمه زي كده. لا بس لسه الحلقه هتبتدي، الحلقه كمان هتبتدي، خليك معانا تابعها للاخر لان معانا برضو من الطلبه عشان يتكلموا ويقولوا ويسمعوا لكل المسؤولين صوتهم، هم عايزين ايه في الجامعات، عايزين ايه عشان يخرجوا كل طاقاتهم الايجابيه اللي موجوده عندهم. بشكرك استاذ مصطفى الحقيقه من كفر الشيخ. مصطفى الدقهليه، مساء الخير معانا مصطفى من الدقهليه، وطي بس التلفزيون بعد اذنك. مساء الخير. مساء الخير يا هاني، اهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام، انا سامعاك بس وطي التلفزيون، وطي التلفزيون واسمعنا احسن من التليفون. الو. ايوه سامع حضرتك. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيك. والله ده بالنسبه للموضوع بتاع الارهاب حضرتك. الو. سامعاك والله، اتفضل اتفضل يا استاذ مصطفى. بالنسبه لموضوع الارهاب ده، هم اصلا ما درسوش الجينات المصرية ماشي. طيب الاتصال فصل، حاول تكلمنا تاني يا استاذ مصطفى بس وابقى وطي التلفزيون بعد اذنك. طيب معانا اتصال تاني. طيب على ما ناخد اتصال تاني، خلوني قبل ما نستقبل اتصال تاني عايزه اقول على النهارده الدكتور علي جمعه مفتي الديار المصريه السابق اكد ان مفيش حاجه اسمها الثعبان الاقرع، وده طبعا قال ان هذا الامر خرافه، وده كان رده على تساؤل طفل بيدعى كريم واتصل بيه وقال له ان فعلا ان في ثعبان اقرع، واحنا واحنا لما نبقى وحشين في الدنيا هنروح جهنم وهيطلع لنا الثعبان الاقرع، فما كان منه الحقيقه اللي قال له غير انه قال له مفيش حاجه اسمها ثعبان اقرع. هنكمل مع الدكتور علي جمعه بس هياخد هبه من الجيزه. مساء الخير يا هبه. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك، من فضلك انا من الصبح وانا موجوده في القصر العيني جوانبي تمام، وانا المفروض ان هم جايبين له مرتبه ان هو ينام عليها، وهو راجل مسن حاجه ب 70 سنه يعني، المفروض ان هو يعمل عمليه، والكلام ده من امبارح. يعني ما هو ما فيش مكان ليه ان هو ينام عليه في المرضى؟ ما فيش مكان، والمرضى نايمين على الارض ومنهم واحد نايم في البلكونه. ده قسم ايه دوت يا هبه؟ قسم العظام. قسم العظام في مستشفى القصر العيني؟ في القصر العيني، وحاليا انا موجوده في القصر العيني. طب وانت ما حاولتيش يعني تكلمي حد من الدكاتره هناك من اداره المستشفى؟ لا،
طلعنا للمدير وكلمناه ده راجل مسن نزل لي مرتبه. هو قلت المسن لو انا ضغطت مش هيعرف يقوم. وما حدش استجاب ما حدش استجاب لكلامك او ما حدش يعني انا اي حاجه الكلام ده من امبارح اخدت والدي ومشيت بيه ورجعت بس والكلام ده من امبارح والمرضى هناك على فكره نايمين على الارض في القصر العيني مستشفى القصر العيني في القصر العيني قسم العظام. ده كلام غريب جدا يعني مستشفى القصر العيني ما فيهاش اماكن يناموا الناس عليها المرضى هناك خالص. فانا يعني انا عايزه اشوف حل دلوقتي. انا والدي المفروض ان هو في المستشفى وانا معاه الصبح. طيب الحل ايه؟ اخده واروح دلوقتي؟ هو حالته بتستدعي ان هو يكون موجود طبعا في المستشفى مش كده؟ هنا المفروض ان هو موجود عشان هيعمل عمليه. عنده عمليه بيعملوا تحاليل واشعاعات. طيب وهم قالوا لك مش هيقدروا يوفروا له مكان ينام عليه عشان قبل العمليه مش كده؟ لا زيه زي اي حد زي اي حد اتصرف يعني مش حاجه. الصبح جابوا له كرسي قاعد عليه بس هو اتصرف يعني تمسك. هو المرضى كلهم هناك كده يعني ده العادي هناك في المستشفى؟ لا ده العادي في المستشفى جميع المستشفيات مش في القصر بس وانا بتكلم دلوقتي الوضع الحالي انا موجوده هناك ولو ما ينزلوا كاميرا دلوقتي او يرضوا ان انا اصور انا ممكن اوريكي الوضع عامل ازاي. والله طبعا عاملين عمليات يمين على الارض. طيب احنا بنوجه كلامك يعني لوزير الصحه لمدير مستشفى القصر العيني لان ده ما ينفعش يعني ده يعني المرضى بيروحوا اللي عندهم عمليات ما بيلاقوش مكان كمان يقعدوا عليه. هبه طيب لو انت معانا سيبي تليفونك في الكنترول واحنا دلوقتي بنوجه اهو شكوتك لوزير الصحه لان ما يعني ازاي مستشفى القصر العيني ما فيهاش مكان قسم العظام للناس عشان تقعد فيه او تنام عليه عشان خاطر الراجل هيعمل عملية. زينب من المنوفية مساء الخير يا زينب. مساء النور يا فندم. اهلا بيكي اتفضلي. اهلا بحضرتك. دلوقتي يا فندم انا طالبة في الفرقة الرابعة كلية حقوق. احنا بنفاجئ كل سنة لحد سنة رابعة اهو ان اول اثنين او ثلاثة على الدفعة لازم يبقوا ولاد دكاترة. مفيش أي حد تاني مسموح له ان هو يطلع الأول على الدفعة. واللي حتى بيفكر ان هو يطلع الاول زي كده مثلا في سنه من السنين في الترم الاول بيفاجئ ان هو اترمى في الترتيب السابع او الثامن او شالوه خالص من الترتيب على الدفعه. ده كله عشان ولاد الدكاتره طبعا هم التوب وهم اللي لازم يبقوا الاول. رفعت شكوى لوزير التعليم العالي ولرئيس الجمهوريه ولرئاسه الوزراء ولرئيس الجامعه وشكوى للسيد العميد عباس مبروك اللي دخل قدام كل الطلبه بتحدي سافر يقول دي مش هتاخد ولا درجه من درجاتها الا عن طريق حكم المحكمه ولو جالي حكم المحكمه انا ملزم انفذه بس عشان ما اتسجنش سنتين غير كده انا مش ملزم ان انا اعمل حكم انفذ غير حكم المحكمه. وبالشكوى اللي هي عاملاها دي هي مش هتاخد مني ولا درجه قدام الدفعه كلها. الكلام ده حصل ده كله عشان انا اشتكيت ولا جهه من الجهات دي ردت عليا. يعني هو عميد الكليه هو اللي قال لك الكلام دوت قدام الدفعه بتاعتك؟ قدام الدفعه كلها. دخل قدام دفعه سنه رابعه يوم خميس اللي فات لا اللي قبله دخل قدام الدفعه كلها قال انا واصلني من البنت دي ثلاث شكاوى لحد دلوقتي من وزاره التعليم العالي ومن رئاسه الوزراء وانا كنت باعتها كمان لرئاسه الجمهوريه. كل ده جوابات مسجله بعلم الوصول ومفيش حاجه خالص ردت عليا. حتى وزير التعليم العالي حاولت اوصل له على برنامج 90 دقيقه طبعا ما حدش رد عليا تماما. كل ده حاولت اوصل له مفيش فايده. وانا اسمي دينا خالد حفني ثاني مره بكررها وهو عامل ارهاب يعني فظيع لكل الطلبه. ما حدش يجرؤ ان هو يطلع الاول ولا الثاني. ودخل قال انا السنه الجايه او الترم اللي انا فيه ده يعني السنه اللي انا فيها دي هي بما انها رفعت قضيه في ثلاث مواد بس انا هخليها ترفع القضيه في 10 مواد. والبنت اللي دخلت عملت ثلاث شكاوى دي فيا انا مش هتاخد مني ولا درجه الا عن طريق القضاء فقط لا غير. ولو جالي حكم محكمه انا مش هنفذه الا عشان ما تسجنش سنتين بس. ده كل اللي حصل بالنسبه لاي حد بيطلع الاول او الثاني في كليه حقوق جامعه المنوفيه. وهو ابنه السنه دي في سنه اولى طبعا معانا في سنه اولى كليه حقوق وبالتاكيد ده حاجز مقعده الاول من دلوقتي.
لا هو خلاص يعني الحاجات الغلط اللي كانت بتحصل دي خلاص مفروض ان هي ملهاش مكان، ومفروض ان كل واحد لما يتفوق يلاقي نتيجة تفوقه دوت. عموما يا دينا انا برضو يعني اكيد كلامك وصل واكيد سمعوا حد من المسؤولين يا زينب، وانا اساسا بوجه كلامك دوت لوزير التعليم العالي عشان يشوف يعني هل دوت يرضي ربنا، هل دوت يعني ده عدل في البلد ولا لا. بشكرك. معانا اتصالات تانية يا شباب. طيب نطلع فاصل، وزي ما قلت لكم النهارده احنا هنتكلم عن المشاكل والحاجات اللي بيحتاجها الطلبه بتوعنا في الجامعات. هيبقى معانا طلبه من الجامعات وجامعات مختلفه وكليات مختلفه، هيتكلموا عن ايه اللي هم بيعيشوه في الجامعات، وايه هم اللي محتاجينه وهم رايحين الجامعه، وايه اللي هم شايفين ان لازم توفروا الجامعه ليهم، توفروا المناهج التعليميه، توفروا الثقافه، توفروا حاجات كتير جدا، حاجات كتير جدا، لان الطلبه بتوعنا دول وشبابنا دول كنز، ودول يعني ثروه مش ممكن ابدا نقدر نفرط فيهم بسهوله، لازم نشتغل عليهم بشكل كبير، ولازم نحاول ان احنا نخليهم موجودين على الطريق الصحيح اللي هم لازم يمشوا عليه، عشان زي ما قلت وبكرر ما نسيبهمش فريسة للإرهابيين وللمجرمين اللي ممكن فعلا يخربوا عقولهم. خليكم معانا، احنا مكملين نبض القاهرة، وبعد الفاصل هنبتدي بقى نفتح الموضوع ونفتح القضية ونكمل فيها خلال الأيام الجاية. خليكم معانا بعد الفاصل.